اسمي هدى سرحان من مشاريع العبار. أنا مسؤولة عن الماركتينج ديبارتمنت للشركة. اليوم أطلقنا ماجيك كاندي فاكتوري في كانديليشوس. كانديليشوس هو أكبر متجر حلويات موجود بالشرق الأوسط. ماجيك كاندي فاكتوري هي عبارة عن تكنولوجيا جديدة الأولى بالعالم موجودة في كانديليشوس, وهي عبارة عن 3D printing. هي طباعة بتكنولوجيا جديدة اللي ممكن تطبع ثلاثية الأبعاد. فعن طريق هاي التكنولوجيا فينا نطبع حلويات بأشكال مختلفة, وفينا نكتب أسامي مختلفة, وبنعملها personalized customized candy اللي ممكن المستهلك إنه يستخدمها, يعطيها كهدية أو ما شابه. فاليوم كان افتتاح الماجيك كاندي فاكتوري بكانديليشوس. التكنولوجيا بتوفر لنا اختيارات مختلفة, فينا نطبع لوجوز شعارات, فينا نطبع أسامي, في عنا حوالي 25 صورة ممكن نحن نطبعها أو أشكال مختلفة ممكن نطبعها, بالإضافة إنه فينا نطبع صور. فممكن يكون في عنا صورة شخص مثلا تعمل السيلوات للشخص, ففينا نطبع أكيد أي صورة مختلفة, أي شيء 3D ممكن نطبعه عن طريق هاي التكنولوجيا. عبارة عن JPEG, نحن بنحط الفايل بالآيباد, وعن طريق الآيباد اللي بيعمل مثل كود اللي بيبعته للماشين نفسها, وبترجع بتطبع من الماشين نفسها. الماجيك كاندي فاكتوري موجود بس بكانديليشوس بدبي مول. تكنولوجيا جديدة, تكنولوجيا حديثة مش موجودة بأي مكان بالعالم. نحن أول شركة اللي ممكن تلاقي فيها, أو أول متجر ممكن تلاقي فيها هاي التكنولوجيا. بالوقت الحالي موجودة بس هون بدبي. التكنولوجيا جاي من مختلف أنحاء العالم, فابتكرت ببلدان مختلفة وجمعت مع بعض سوا ببريطانيا. فأساس الشركة موجودة ببريطانيا, وكأول متجر بخارج عن بريطانيا بالعالم موجودين نحن هلا بكانديليشوس بدبي مول. We're launching this concept for the first ever time in retail here at Candylicious Dubai. Candylicious is, in my opinion, one of the best in the world at experiential retail and all things candy. And we couldn't be more grateful and honored to be able to launch our innovative concept here today.